الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأعزاء، عنوان هذا اليوم إمامة جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الأوقات. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراق، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود والترمذي. كان ذلك بعد الإسراء والمعراج، عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى. كان جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الظهر، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلوات الخمس، أوائلها وأواخرها المستحبة ليومين. فالصلاة الأولى التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة جبرائيل بعد واقعة الإسراء والمعراج كانت هي الظهر وفي مكة المكرمة، وقد صلى به جبرائيل يومين متتابعين 10 صلوات، 5 في أوائل الأوقات و5 في أواخرها المختارة، وهو ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فكان ترتيبه هكذا بشيء من التفصيل: أولا صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراق، والمراد أن الفيء يعني الظل الأصلي كان قدر الشراق كما جاء في رواية الترمذي، والفيء هو الظل الأصلي الذي يكون عند الزوال، فيحسب ظل المثل بعده لا معه، لأنه في المناطق الاستوائية يقل ويقصر، وفي المناطق البعيدة عنها حسب البعد يطول، فقد يكون أكثر من ظل الشيء مثله عند الزوال. فعندما يحسب وقت الظهر بحسب الظل، يحسب الظل بعد ظل الزوال، ومكة المكرمة تقع في المنطقة الاستوائية، حتى يكون في بعض الأيام ظل الأصل أو فيء الزوال قدر شراك النعل، أي مثل أسبوعين طولا أو أكثر، وكل بلد هو أقرب إلى خط الاستواء كان الظل فيه عند الزوال ومعدل النهار أقصر، وكل بلد كان أبعد عنه إلى جانب الشمال أو الجنوب كان الظل فيه أطول. قال الطيبي: إذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم يرى شيء من جوانبها ظل. ثانيا وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله بحذف ظل الأصل. ثالثا وصلى المغرب حين أفطر الصائم، أي غربت الشمس ودخل وقت الإفطار. رابعا صلى العشاء حين غاب الشفق. خامسا صلى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، أي طلع الفجر. كانت صلاة جبرائيل بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول في هذه الأوقات، وكان برنامج اليوم التالي اليوم الثاني كالتالي: أولا صلى بي الظهر حين كان ظله مثله،
ثانيا وصلى بالعصر حين كان ظله مثليه. ثالثا وصلى بالمغرب حين أفطر الصائم، ودل ذلك على أن الوقت المختار للمغرب أوله ويجوز تأخيره إلى ما قبل غروب الشفق. رابعا وصلى بالعشاء إلى ثلث الليل. خامسا وصلى بالفجر فأسفر، ويمكن أن يكون معناه أنه أطال الصلاة حتى دخل في وقت الإسفار، أو أنه بدأ صلاة الفجر في وقت الإسفار. كان برنامج اليوم الثاني للصلوات في هذه الأوقات. ثم قال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت أي وقت كل صلاة ما بين هذين الوقتين كما تبين بالعمل. والحديث صحيح. ولم تكن الصلوات الخمس مفروضة على الأنبياء السابقين كما ورد في بعض الروايات الأخرى، ولكن كانت المواقيت هكذا لصلواتهم، فهي إذن سنة الأنبياء والمرسلين من حيث المواقيت. وهل كانت عليهم ثلاث صلوات كما كانت مشروعة لهذه الأمة في العهد المكي إلى ما قبل حادث الإسراء والمعراج، أو كانت موزعة عليهم صلوات دون صلوات؟ يمكن هذا أو ذاك، ولكن كانت الأوقات المختارة هكذا كما جاء النص على ذلك بقول جبرائيل. وقد صلى جبرائيل بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأوقات، فقال: الوقت ما بين هذين الوقتين، وهذا وقت الأنبياء. فإذا الأوقات المختارة كانت هكذا من بداياتها إلى نهاياتها، ويبدو أنه هو الأرجح المختار، يعني هذا هو المعنى الراجح، أن هذه هي الأوقات المختارة التي ذكرت في هذا الحديث، وذكرت كذلك فيما تقدم من الحديث. فإذن بهذا يتبين أن الأنبياء السابقين كانوا يصلون الصلوات في هذه الأوقات، ولكن علم من الأحاديث أيضا أنه لم تكن هنالك الصلوات الخمس مفروضة على الأنبياء جميعا، إنما كانت هنالك صلوات دون صلوات، وخمس صلوات إنما شرعت في هذه الأمة المحمدية بعد الإسراء والمعراج. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصلوات الخمس، فهي إذن ميزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت قد فرضت عليه خمسون صلاة، إلا أنه كما ورد في حديث الإسراء والمعراج كلما مر النبي عليه الصلاة والسلام بسيدنا موسى أشار إليه بأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يخفض وأن يخفف أكثر، حتى وصل هذا التخفيف إلى خمس صلوات، وأنها بمثابة خمسين صلاة، لأن حسنة بعشر أمثالها. هكذا امتازت هذه الأمة بهذه الصلوات، وبأن كل صلاة بعشر صلوات، فكأن كل فرد من هذه الأمة يهتم بهذه الصلوات، يصلي في اليوم والليلة خمسين صلاة عند الله تبارك وتعالى، من حيث الثواب، من حيث الأجر، من حيث قبول الله تبارك وتعالى. وندعو الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، ويتقبل صلواتنا ودعواتنا، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.